ابدع فيها ممثلو العرض انفسهم من خلال الاعمال الفنيه التي انجزوها كمشاريع للتخرج. الحقيقه هو نعم مشروع للتخرج لكنه نضج على المستوى الفني بحيث وجدنا انه مؤهل ان يقدم هذا العرض الى الجمهور العام، واحتضنا تدارس في المسرح ليكون ضمن الفعاليات المشاركه. نشعر بفخر اننا في هذا القسم قد نجحنا في تأهيل مجموعة كبيرة من الطلبة وتطوير مهاراتهم التشكيلية ومهاراتهم المسرحية لتكون النتيجة أو الثمرة كما سيشاهدها جمهورنا، نتيجة تدعو للفخر أنه هؤلاء مؤهلون أن يقودون النشاط المسرحي في المدارس والثانويات ومراكز الشباب. المسرحية تحاكي واقع الإنسان العراقي، وخطابها خطاب إنساني مبني على أساس تجاوز كل الخلافات وتجاوز كل الدمار ومحاولة إضافة لبنة لكي يبنى العراق على أساس المحبة والتواصل والتسامح والأخاء. تتحدث المسرحية عن غربة الكائن الطيب في عالم الأشرار والقتلة، والكائن الذي استعيرت له شخصية جحا يبدو هنا مستلبا وضائعا ومهددا بالموت. فكرة قد تطرأ في ذهن أي مؤلف أو مخرج، لكن المهم هو كيف نفذت. الطريقة الإخراجية التي اعتمدها المخرج ياسين إسماعيل ذهبت مباشرة إلى فكرة اللعب، وهي فكرة تقوم على مسرح الفرجة، حيث تنهدم كل مقومات المسرح التقليدي وعناصره، وليحل بدلا عنها منطق آخر شبيه بالمنطق الذي يركن إليه الأطفال أثناء لعبهم. تغيب الجدية تماما ويصبح كل شيء ممكنا. هاي المسرحية قدمت في أكثر من مكان في قسم التربية الفنية في كلية فنون جميلة، واليوم بعد أن شاهدها دارة سينما المسرح، شخص من دارة سينما المسرح كان رد فعلهم جيد عن العمل، وحبوا أن تشارك في مهرجان يوم المسرح العالمي، ولبينا هاي الدعوة بكل حب وفرح، لأن هذا المكان اللي هو مسرح الوطني اللي وقف على خشبته كبار المسرح العراقي هو شرف إن كطلاب، خصوصا نحن لسنا اختصاص مسرح ولكن تربية فنية، لكن حبنا للمسرح هو اللي دفعنا أن نقدم هذا العمل اللي نتمنى ينال استحسانكم. مسرحية لعب الرعية أتت مدهشة وتستحق بالفعل أن تعرض إلى الجمهور لأطول فترة ممكنة، والسبب هو أنها ذكرتنا بمسرح الفرجة الذي عرفناه في الثمانينيات وما زال راسخا في ذاكرتنا، لنستمتع بهذا المشهد الذي ذكرنا بقاسم محمد. عطشانة
لا تضحكوا كثيرا، فالأمر سينقلب بعد حين. الأشرار قادمون إلى المدينة وهم يهيئون سيوفهم لقطع رقابنا. نعم 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 نعم، لني نحضره ونجعله ضحوكة في مجلس سعيد. ربما يرفض. إن ذلك يفيدنا، لأنه إذا رفض سنطالبه بقلبه ودمه لينقلهما إلى سيدنا تيمور، وبذلك نستفيد منه إن وافق أو رفض. أنا محتاج أن أفرح ولا شيء غير الفرح. أنا محتاج أن أفرح ولا شيء غير الفرح. أريد معلومات كافية عن هذا الذي اسمه جحا. جحا جحا. ويجد بطلنا نفسه بين براثن الظلام في مدينة عجيبة. وصل قبل أيام طبيب إنجليزي أخصائي فيما يدعى بالتنويم المغناطيسي. أدخل الطبيب. We miss you. Si, signore. I am so happy for walking to your majesty. Oh my God. يا للمتعة ويا للجنون ويا لهؤلاء الشبان الذين أثلجوا قلوبنا. أبشروا، كل شيء لا يزال بخير، والمسرح العراقي هو الأول في جنونه ولعبه. هدموا كل ما بنيت، هدموا كل ما بنيت. ساعديني 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 يا ساقي، ساعديني كي أهرب. هل لن يجد مكانا غير هذا المكان؟ يعيد إلي تلك الضحكات.